اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا الموسم انتهى بسلبياته بايجابياته، والحمد لله رب العالمين. الاهلي حصل على كل بطولات هذا السيزون المتوفره، كل البطولات اللي شارك فيها حصل عليها النادي الاهلي، وطبعا متبقي بقى كاس مصر اللي اكيد هيستكمل في الموسم الجديد ان شاء الله. هنتكلم في كل هذه الامور مع كابتن ايهاب جلال نجم النادي الاهلي السابق، اللي بنسعد وبنتشرف دايما بوجوده معانا في 10 صفحات الاهلي. متشكر جدا. صباح الخير وصباح الخير يا صباح الهنا يا فندم، وكل سنه طيبه طبعا. وحضرتك بخير يا رب. تسلم يا كابتن ايهاب، ميرسي جدا. احلى حاجه والله ان الواحد بيحتفل، يعني دي ثالث سنه بحتفل بعد ميلادي في النادي الاهلي ان شاء الله في قناه النادي الاهلي، ويعني بجد حاجه بتسعدني على المستوى الشخصي، وفي نفس الوقت كمان بتكلم عن التهاني اللي من الجماهير بقى على تويتر. والله بجد فعلا عيله الاهلي والله الحق يقال. كريم طبعا الناس العاملين كلها في قناه النادي، وعيد ميلاده كمان شهر يعني او اقل كمان. وانا في الشهر اللي فات كل سنه واحنا كلنا بخير. انا نفسي نغير طيبين ونقول كل سنه واحنا مليارديرات. يا ريت يعني ليه طيبين؟ الطيبه حلوه بس حاجه الصحه، بس اهم حاجه الصحه برضه. كابتن ايهاب، هنستغل الفقره دي مع حضرتك وجودك معانا ان احنا نقيم طبعا مع انتهاء السيزون وحصدنا الحمد لله لكل البطولات. نقدر ان احنا دلوقتي نقيم هذا السيزون بكل ما يحمله طبعا ايجابيات وسلبيات، وكمان نقاط الضعف اللي اشتغل عليها كولر واصبحت افضل بكتير كمان، والنواقص اللي كانت عندنا وغيره. خليني من البدايه كده وجهه نظر حضرتك وتقييمك لهذا الموسم ايجابيا وسلبيا. هو ايجابيات الموسم اكتر من سلبياته، يعني حلو. الحمد لله النادي الاهلي معودنا على البطولات زي ما حضرتك قلت يا كريم وانت يا نهاوند، ان حصدنا كل البطولات تقريبا السنه دي كلها، ورحنا كاس عالم، وكان برضو كان حاجه مشرفه جدا انك انت في كاس العالم عملت مباريات كويسه جدا. فاضل كاس مصر اللي هيتعمل مع الموسم الجديد، السنه في الموسم الجديد. طبعا انا مش شايف سلبيات، يعني الحاجه الايجابيه كتير جدا من الجهاز الفني، ان اللعيبه كلها اللي موجوده في النادي الاهلي اللي لعبت كلها على مستوى عادي، يعني اللي الروتيشن اللي اتعمل بالنسبه لحراسه المرمى بالنسبه للعيبه، كل ده كانت ايجابياته عاليه جدا، ايجابياته كبيره جدا. اللعيب اللي بينزل بيأدي، اللعيب اللي بيطلع كان بيأدي في قبل ما يطلع، فكان كل شيء في الـ في الـ في الـ في البطوله الافريقيه والدوري كان شيء رائع جدا. ويعني بصراحه ايجابيات، انا مش قادر اتكلم على السلبيات، لان ما اعتقدش ان في سلبيات كتير حصلت، انما الايجابيات هي اللي حصلت، هي اللي خلاك تاخد دوري وخلاك تاخد بطوله افريقيا، فكانت الايجابيات اعلى كتير جدا من السلبيات.